أفراد السلك الطبي والأطقم الطبية ذو الأولوية في والمبرمجون يعني في تلقي الجرعات الأولى للقاح الروسي. Coton sec, il y a, voilà. C'est bon. Coton sec, allez, laisse pas là. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, rahab, Sid al-Wazir. Sid al-Wazir al-Murafiqin. ونشكر حكومتنا اللي وفرت لنا اللقاح وكانت في الموعد قبل 31 جانفي وكنا من البلدان الاوائل وكما راكم تلاحظوا ولا نوجه نداء لجميع المواطنين انه هذا الفاكسان هو الوسيله الوحيده لحمايتهم من هذا الوباء. احنا الولايه كنا من الولايات الاولى المصابه وبالتالي احنا رانا من الولايات الاولى اللي رانا باشرنا عمليه التلقيح ان شاء الله العمليه راح تكون متواصله في الايام اللاحقه ونوجه نداء لجميع المواطنين جميع الفئات العمريه المعنيه اللي اكثر من 65 سنه ذوي الامراض المزمنه مهني الصحه نحن في الخدمه ونشكر مره حكومتنا والسيد الوزير كما يقولوا اللي كنا في الموعد والمواطنين تبعوا معنا هذا الموعد وبالتالي ان شاء الله يعني نكونوا باش في الخير كما يقولوا ان شاء الله.